بضيفاتك المحترمات. أنا معايا الدكتورة رانيا يحيى وأستاذتنا أمينة النقاش. أهلا أستاذة أمينة وأهلا دكتورة رانيا. بسألهم إيه القلق اللي فيه المرأة المصرية التي تتألق وتشرق كالشمس كل استحقاق انتخابي؟ عندك تفسير؟ قوة شخصية المرأة المصرية. المرأة المصرية دايما يعني طول عمرها امرأة قوية، عندها احساس كبير بالمسؤولية. على فكرة احنا في التاريخ كله اول امرأة تحكم في العالم، يعني ده اقصى منصب ممكن توصل له المرأة انها تبقى حاكمة، كانت امرأة مصرية. يعني دي قوة شخصية المرأة. فحتشبسوت هي اول من حكم في التاريخ كله، كانت اول امرأة تحكم في العالم. حتى على المعابد بنلاقي صورها حاطين لها دقن خشب كده، وكانوا ينادوا لها يقولوا لها مولاي مش مولاتي. فمن البداية المرأة المصرية حتى نفسها زيها زي الرجل، يعني جنبا إلى جنب كل ما يستطيع أن يفعله الرجل تستطيع أن تفعله المرأة. قوية، هي مش أقل أبدا، هي قوية، ست قوية، قوية جدا. احنا بنسميها الحكومة طبعا، ولها كلمة، ولها كلمة جوا بيتها. يعني المرأة المصرية هي اللي بتقوم ولادها، انزلوا انتخبوا. انت على فكرة فاكرة بتكلم اخوها، فاكرة تعابيرك الكبيرة ولا لا؟ زي ما انا بعمل كده. ها مين راح مين لسه؟ لا اولادكم وبيسموها الكبيرة. بالظبط بالظبط. وعلى فكرة المرأة المصرية مش بس هنا في المدن او في القاهرة، شوف المرأة المصرية في الصعيد دي قوية جدا، هي اللي ليها الكلمة العليا على كل العائلة، ما يقدرش العيلة يردوا لها كلمة، يعني لازم يكبروا لها في كل حاجة ولازم ينفذوا اللي هي بتقوله. فهي الأكثر حكمة. والمرأة المصرية عندها انتماء شديد لوطنها، يعني مش بسهولة إنها يعني تبعد عن الوطن. على فكرة حتى اللي عايشين برا الوطن اللي بتضطرهم الظروف إن هم يشتغلوا برا، أنا بسافر كتير وبشوف وبلتقي بالجاليات المصرية. عايشين مصر، عايشين مصر، عايشين كل حاجة. لا ده عايشين مصر حتى بالكشري، حتى بالفول والطعمية، حتى حاجة. كل حاجة أكلهم المصري، وعملوا محلات للأكل المصري، وخلوا الناس كلها تأكل زيهم. صحيح. يعني أهل البلد اللي هم فيها يحبوا الأكل المصري ويأكلوه، بيجتمعوا المصريين دايما مع بعض، بيبقوا جنب بعض. عندي سؤال، حققوا نجاحات كبيرة. عندي سؤال صغير ليكي، انت صوتي للانتخابات وكنت متحمسة، لماذا طبعا صوتي في هذه الانتخابات وماذا ترين بعد هذه الانتخابات؟ شوف اولا انا يمكن اول واحدة صوتت في الانتخابات، لاني انا صوتت مع المصريين في الخارج. جميل. انا كنت لما اتفتحت الابواب الانتخابات كنت في تونس. ايوه. وحصل مكالمة بيني وبين السفير المصري، قلت له ينفع انا اجي انتخب هنا؟ قال لي طبعا ما دام انت موجوده في الخارج معاكي الرقم القومي بتاعك. قلت له طبعا. قال لي تيجي تنتخبي. فكنت اول واحده نزلت الانتخابات. طبعا الجاليه كلها المصريه هناك يعني كانوا حريصين جدا على التواجد. شعور مختلف الأكثر. شعور مختلف ان انا اروح اكون اول واحد يصوت في الانتخابات. ايوه انا مبسوطه ومستعجله وعايزه، عارف الانتخابات دي بعدها يعني احساس احنا عايزين الاستقرار لمصر، عايزين نعيش في هدوء واستقرار ونبني ونعمل لبكره، مش عايزين نفضل في بلبله. يعني يعني خلاص في مسيره تنميه حصلت في مصر وعايزين نستكملها ونستكملها بشكل صح، لانه ما فيش حاجه هتخلص في يوم وليله، ما فيش حاجه هتخلص في سنه او اتنين. ده حاجات تنظيم وإصلاحات بناء على سنين طويلة كان مطلوب فيها هذه الإصلاحات. إحنا يعني ده بيحصل وبيحصل قدام عينينا وبيحصل. طيب. سريع جدا، بس في ناس طماعة زيادة عن اللزوم. حقهم يعني حقهم طالما المجال ده لسه. لا بس ده حقهم، لأن حقهم. مستوى الإنجاز يطمع في مزيد من الإنجاز. دكتورة رانيا يحيى عايزة أكلمك يا إلهام، تفضل. اولا يعني بحيي حضرتك تحيه كبيره جدا، فنانه وطنيه يعني اصيله، مصريه اصيله. وبحيي حضرتك كابنه لاكاديميه الفنون. يعني قد ايه الاكاديميه الحقيقه طلعت قامات وقمم في جميع المجالات المختلفه،
الحقيقة يسر هذا المجتمع ونماذج وطنية. فأنا بحيي حضرتك وبقولك تنتظري إيه في وإحنا مقبلين على الجمهورية الجديدة. أهلا بك يا دكتورة. وطبعا أكاديمية الفنون يعني كانت وجهة لكل شباب الوطن العربي. يعني لو أقول لحضرتك أنا في الدفعة بتاعتي كان معايا سوريين وسعوديين وسودانيين، كان معايا جنسيات كتيرة جدا في الدفعة بتاعتي، كلهم جايين من كل الوطن العربي عايزين يدرسوا الفن، ومصر هي صاحبة الريادة وهي الأقدم وهي الأهم فنيا، فكل اللي عايز يدرس فن من أي مكان في الوطن العربي كان بيجي لمصر. فمصر هي الأساس وهي يعني القوة الكبيرة. صحيح. فنيا وثقافيا. احنا بقى منتظرين ايه بكرة؟ منتظرين يعني مزيد من الإصلاحات في جميع المجالات، وأنا بشكل شخصي الحقيقة منتظرة الاهتمام بالفن والثقافة أكتر، لأن بجد هو مقياس التحضر للشعوب بقيمة الثقافة والفكر والفنون في هذه الدول. عندك حق يا أستاذة إلهام. وطبعا على فكرة الفترة الجاية في مجمع الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية، أعتقد هيبقى واحد من أهم القلاع الفنية. صحيح. في الوطن العربي الكبير. صحيح. أتمنى إن شاء الله. طبعا تم بناؤه على أحدث طراز وعلى أعلى مستوى، بس بقى ننتظر نشوف عروض عظيمة بإذن الله في السنة الجديدة، فيبقى فيه نهضة ثقافية وفنية. كل الشكر. وده اللي أنا انتظره، ويعني وأعتقد أن الجمهور ينتظر ده جميعا. طبعا ننتظر إصلاحات في كل المجالات، لكن بشكل خاص الاهتمام بالفن يهمني جدا. كل الشكر لك الفن.